شو بدنا في الـ في الـ في الحركة التربوية العربية بدون احنا اليوم في اللقاء الختامي لمشروع تعزيز دور النساء والشباب في العمل النقابي والعمل الديمقراطي. هذا المشروع استهدف في فلسطين، طبعا هو يعمل في فلسطين وفي الأردن مع شركاء من مؤسسات المجتمع المدني. في فلسطين قام مركز إبداع المعلم بالعمل مع اتحاد المرأة، مع اتحاد المعلمين، وأيضا مع نقابة الصحفيين. كان الهدف الأساسي من عملنا في هذا المشروع هو تعزيز الدور وتفعيل دور الشباب والنساء في العمل النقابي فلسطينيا. مشروع تعزيز دور الشباب في النقابات والاتحادات الشعبية، هذا المشروع نحن في نقابة الصحفيين شاركنا بقوة في هذا المشروع إيمانا منا بهذه الفكرة وجودنا. وبناء على ذلك كان هناك ثلاث اجتماعات تخصصية لنقابة الصحفيين، واحد في طول كرم، واحد في نابلس، واحد في رام الله. هذه الثلاث اجتماعات خرجت بتوصيات واقتراحات وعرضوها علي كنقيب الصحفيين، عرضت على الأمان العام من أجل تبنيها وإقرارها، وستكون كل المقترحات التي يتقدم بها الشباب يعني بالنسبة لنا مقبولة، وسنتبناها من أجل النهوض بدور الشباب في النقابات والاتحادات وفي نقابة الصحفيين. الهدف من مبادرتنا هي رفع نسبة المنتسبين لنقابة الصحفيين، وكمان رفع نسبة المشاركين في العمل السياسي والمشاركة في القرار السياسي من الشباب والمرأة. وبصراحة يعني مشكورة نقابة الصحفيين ونقيب الصحفيين إنه أغلب توصياتنا أخذ فيها وشجعنا إنه نكمل بعد المشروع. فإحنا فعليا تم تشكيل لجنة شبابية ورح تكون ضمن نقابة الصحفيين برئاستي وبوجود كمان 8 أشخاص، وأيضا كمان فعليا وافق على إنه تكون دائما في حوارات مستمرة ورفع نسبة المنتسبين لنقابة الصحفيين. ووعدنا كمان إنه يوافقوا على موضوع تخصيص مقاعد للنساء والشباب في مراكز صنع القرار، ووعدنا بموضوع الانتساب اللي حكينا فيه إشكاليات فيه إنه يحل هاي الإشكالية. فمشكور نقابة الصحفيين، ومشكور كمان مركز إبداع المعلم على هاي الفرصة وهي